يخشى السجان من شيء قدر خشيته من نافذة تفتح في جدار السجن ولو كانت صغيرة. ولقد باتت شبكات الإنترنت مثل نافذة في جدران سجن الشعوب المقهورة على أيدي أنظمة حكم فاسدة واستبدادية. فما إن انطلقت انتفاضة العراقيين مطلع شهر تشرين الأول حتى بادرت حكومة عادل عبد المهدي إلى قطع خدمة الإنترنت عن معظم محافظات البلد في محاولة لإغلاق نوافذ التواصل بين المتظاهرين وعزلهم عن العالم. وعلى الرغم من إخفاق المحاولة تواصل الحكومة قطع الخدمة عن العراقيين لتكبد العراق خسائر قدرتها منظمة نت بلوكس متخصصة بمراقبة أنشطة الإنترنت في العالم بملياري دولار. نت بلوكس أكدت أن الحكومة تسببت في هذه الخسائر وليس المتظاهرين، فيما بدا وكأنه رد من المنظمة على تغريدة لممثلة الأمم المتحدة في العراق جينيل بلاسخارت ذكرت فيها أن إغلاق الطرق المؤدية للمنشآت النفطية يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للعراق. وبالنظر إلى ملابسات قطع خدمة الإنترنت فإن القطع ارتبط في أذهان الكثيرين بمجازر ترتكبها القوات الحكومية أو الميليشيات ضد المتظاهرين يراد إخفاؤها عن العالم، حتى إن وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤول حكومي في بغداد أن قطع الإنترنت بات ينذر بأن هناك دماء ستسيل في الشارع العراقي. وبحسب محللين فإن الطبقة الحاكمة في العراق لا تختلف عن نظيراتها في أكثر دول العالم الثالث، لا من حيث الفساد ولا من حيث الاستبداد، وإن تفاوتت فيما بينها من ناحية قدر العنف والدموية في مواجهة تطلعات الشعوب في العدل والحرية.